مصطفى. يلا يا عمي خلينا نمشي. يلا لازم احكي مع فاطمة. ولا شو بدك تحكي معها؟ يلا امشي. قلت لك لازم شوفها. ابني صار اللي صار، لازم تقيمها لهالبنت. عم بالك هالبنت ما عاد في خير من وراها، لازم تنساها وتعيش حياتها. مصطفى بعيد عني. فيك تنسى اللي صار معها؟ انت فيك تسامحها يا ابني؟ تقدر على هالشي؟ خلينا نفترض انك عفيت عنها وتجوزتها، بس فيك تنسى اللي صار؟ فيك تتخيل كأنه ما صار شيء؟ لا ما بظن، رح يجي يوم تتذكر كل شيء، وقتها رح تنتقم من حالك يا مصطفى ومنها كمان. ما فيك تقضي عمرك وانت هيك حاقد على كل اللي حواليك. فيك تعيش هيك؟ قلي سكوت. كيف بدك تطلع بوش العالم؟ رح يحكوا بأفاك وانت ما فيك تسكر أدنيك، ولا فيك تدير ظهرك وتنسى الشيء اللي صار معها. فكرت بهالشيء؟ ها؟ تقدر تعيش هيك عيشة؟ وقتها رح ترجع تتعذب من جديد. سكوت! انت فيك تقرب من البنت اللي اغتصبوها 4 شباب بنفس اللحظة؟ سكوت بابا، قلت لك سكوت سكوت! لك انت كيف بدك تطلع بوش ولادك يا مصطفى؟ قلي كيف؟ اخي امين بكفي هيك. مصطفى امشي ابني، خلينا نروح. لا تزعل ابوك منك، يعني ما انك شايف حالته شلون؟ كفي بيسان. ما فيني ما أبكي، أنا مستحيل سامحه لسليم، مستحيل. عثمان الكلب هو سبب كل هالمشكلة، حيوان. بس ما كان لازم يرد عليه، كان لازم يوقف بوشه. أنا أبداً ما هيك ربيته، هي عمايل الحيوانات. أخي رفعت دايماً بيفتخر فيه، كان مفكر إنه رجال، خليه يشوف شو طلع منه. ما بيكفي إنه ضيع حاله الغبي، كمان بده يضيع ابننا معه؟ ابنك ما كان لازم يسمع له، كان لازم يمنعه. ما بعرف كيف بده يطلع بوشي من هون ورايح، وأنا كيف بدي أتعامل معه بعد هالعملة. خلاص بكفي اسكتي. أهلين صهر. شو صار معكم؟ عملت اللي بقدر عليه، قدرت أقنعها على مرت أخوها. إيه، وبعدها أخذتها ورحنا على المخفر دغري. والبنت قولتك رح تقتنع كمان؟ لكني صرت ببيتهم هلأ ورح حاول أني أقنعها. إيه فهمت. كريم بالبيت وتركت معه رفعت يحاول يقنعه. نحن كمان راجعين على البيت. إيه تمام ماشي صهر، أصبح بعدين منحكي. بشوفك بالبيت. ماشي باي باي. شو صار؟ قدر يحل المشكلة؟ لا لسه. كنت قلت لكم قعدوا، بس الدكتور ما نعم الزيارات. ايه هالشي طبيعي، اصلا نحن كنا رايحين. انا بتشكركم كثير. الحمد لله على سلامتك. طعمينا له مراد قبل شوي. يسلموا الله معكم. يلا معفاية ان شاء الله. اهلين اخي لمعي. مرحبا، شلونك اخي؟ شرفت. المحامي اجا مشان يحكي مع فاطمة. خليني روح شوفها بالأول. أختك مثل أختي كمان، أنت لا تأكل هم، فاطمة أنا رح ساعدها. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. تفضل. يلا إجا المحامي.
اطمني رح تنحل المشكلة. شوفي فاطمة خليك لا تخاف، ارتاحي، أنا المحامي منير. فاطمة، منير بيك إجا مخصوص ليساعدك، هلأ هو رح يعلمك شو لازم تقولي للشرطة مشان الإفادة تبعك. بدنا ناخدك على مخفر الشرطة اليوم، بس بدك تقولي اللي بيقلك عليه. إيه حبيبتي؟ الحمد لله على سلامتك. كيفك يا أختي هلأ؟ عم تبكي، بتضلها تبكي. أنا موجود لحتى ساعدها. أنت متذكرة شو صار معك؟ فاطمة قولي. لا تحشر حالك، روح شوف الولد. أنت روحي شوفي. فاطمة، مرت أخوك حكت لي كل شي صار معك، بس أنا بدي أسمع القصة منك. هن كانوا أربعة. استني دقيقة، حاجة تحكي من عندك. اسمعي منير بيك، بنتي ليكي، أنت مرقتي بظروف صعبة كتير، لهيك بجوز تكوني مخربطة. ما بصير هيك تفتري على الناس. فكري يا فاطمة، أنا ما عم بتبلى على حدا، هي الحقيقة. أنت ما عم تفهمي علي، ما بصير تحكي هيك، بتورطي مصطفى بمشكلة جديدة. شو قصدك يعني؟ لا تحكي حكي بلا طعمة، كذابة، ماني مصدقة. أنا ما عم بكذب عليكي فاطمة. أصحك، انتبهي، مصطفى بده يقتلك، أنت بتعرفي هالشي؟ مستحيل. امبارح كمشو حطوه بالحبس ليحموكي، بس اليوم طلع. مو معقول. ايه شفناه لما طالعوه وقت رحنا على المخفر. اذا قلتي للشرطة انه فلان وفلان هنن اللي اعتدوا عليكي، مصطفى دغري بيروحوا بيقتلهم كلهم. ما بكفينا المصيبة اللي نحنا فيها يعني؟ بدك نصير بغير مصيبة؟ مرت اخوكي معها حق، اذا بتحبي لمصطفى وحابة تحميه بتضبي لسانك وما بتجيبي سيرة اللي صار. شو الأخبار؟ ما في جديد. لساته كريم هون؟ كريم راح. لوين راح؟ وليش تركته يروح؟ اللي ليش تركته؟ وينه هلأ؟ لا تخاف، بعت وراه حدا يراقبه، راح يخبرونا بكل تحركاته. خبرني من شوي وقال لي إنه عند قبر أمه، قلت له يضل يراقبه.